من اسطنبول معي فؤاد عليكو، عضو الائتلاف السوري. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد فؤاد. بدايه، هل من معلومات لديكم اكثر؟ يعني نعرف تفاصيل الدفعه الاولى التي ذهبت الى الباب يوم الاحد، 1300 شخص تقريبا. هل من معلومات اضافيه عما ذكر في هذا التقرير، العدد الكامل لحتى الان كما تقول الدفاع الروسيه اكثر من 2800 شخص، والى اين ما اوضاعهم؟ تحياتي لكم. حقيقة الدفعات تجي بشكل متوالي منذ دفعة جوبر وحرستها وحتى الآن تقريبا شبه يومي، وهؤلاء يتوزعون في الريف الشمالي لحلب ومحافظة إدلب، ويتم توزيعهم حسب ما يتم التوافق عليه بين تركيا وروسيا. لذلك الغالبية العظمى يتركزون في منطقة في محافظة إدلب والباب، والآن يأخذون دفعات إلى منطقة عفرين أيضا. العدد الإجمالي غير معروف، ولكن أعتقد قبل يومين أو ثلاث وصل العدد إلى 40,000 من منطقة الغوطة، وهكذا يعني كل دفعة بحدود ما بين 2000 إلى 5000 يعني حسب توفر الباصات وتوفر السكن. طيب، مع الأسف هذا هو واقع يعني. كيف تتابعون أنتم هذا الموضوع فيما يتعلق بالهدف، فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي الذي نتحدث عنه منذ فترة ومن منطقة إلى منطقة؟ ما رأيكم بهذا الموضوع، وهل هو يعني مجرد رأي؟ يعني هل ما زلتم على الأقل تقومون بجهود للعمل بهذا الموضوع للدخول يعني كائتلاف بهذا الموضوع قليلا؟ حقيقة يعني التغيير الديموغرافي تسير على قدم وساق منذ تفاهمات الزبداني إذا تذكروا قبل سنتين وما مضايا والمعظمية والدارية، ويعني حاليا الإيرانيون بالاعتماد إلى حزب الله والشيعة يحاولون السيطرة على كل ريف دمشق من الجوانب الأربعة، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يركزون على هذه الناحية من منطقة القصير وحمص وحتى دمشق. ولذلك الموضوع أصبح واضحا، لا يحتاج إلى من يفسر. يعني عائلات بأكملها سكنت في ريف دمشق الجنوبي في سد زينب وما حوالي سد زينب، ودارية سكنوا فيها وزبداني و بيدين وهكذا. يعني لا يوجد منطقة في ريف دمشق إلا ويتم سكن العائلات، وتعرفون وأنتم ليس بيدكم شيء يعني بهذا الإطار. ونحن طبعا نستنكر هذا وغير مقبول، ولكن تعرف الموازين القوى الآن لصالح النظام، يعني شئنا بين يعني روسيا وإيران بكل ثقلهما يقفون مع النظام، ولولا روسيا وإيران لسقط النظام منذ زمان، والآن إذا ينسحب الروس والإيرانيون النظام ساقط. يعني النظام لم ينتصر، ولكن إذا كان يسجل النصر فيسجل لروسيا النصر. يعني وروسيا قال لو نتدخل منذ 2015 لسقط النظام. نعم. وروسيا تعرفون القوة الثانية أو يعتبر نفسها القوة الموازية لأمريكا عسكريا، فما بالك بالفصائل العسكرية ذو العدة المتواضعة والدعم اللوجستي الضعيف أن يسيطر. ولكن في النهاية أعتقد اللعبة لم تنتهي بعد، ولن يتم لإيران هذا الوضع. والآن تحول الصراع ما بين النظام والفصائل، سوف يتحول الصراع إلى إقليمي ودولي بنفس الوقت، ولا يمكن أن يقبلوا بإيران أن يكون لها نفوذ في سوريا ولبنان. أنا أشكرك. وبالتالي تحجيم إيران في المرحلة القادمة سوف يحصل، والتفاهمات بين روسيا وأمريكا وأوروبا قريبا سوف يتم التفاهم على هذه النقاط بعد أن يذهب بوتين إلى واشنطن. من اسطنبول سيد فؤاد عليك، عضو الائتلاف السوري، شكرا.